إلى لبنان، حيث أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي نائب وليد جنبلاط في كلمة افتتاحية للجمعية العمومية للحزب المنعقدة في بيروت أنه من الضروري إعادة النظر في التحالفات القائمة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين. إننا إذ تحالفنا بمرحلة معينة تحت شعار 14 من أذار بمجموعة من الأحزاب والشخصيات، تحالفنا معها بحكم الضرورة، بحكم الضرورة الموضوعية آنذاك التي حكمت البلاد، لكن هذا لا يمكن أن يستمر. على أن إعادة التفكير بتشكيلة جديدة أولا داخل الحزب، ثانيا على الصعيد الوطني، من أجل الخروج من هذا الانحياز، من هذا الانجرار إلى اليمين، والعودة إلى أصولنا وثوابتنا اليسارية والعربية والنقابية والفلاحية وغيرها من الثوابت التي من أجلها قضى الكثير واستشهد الكثير من مناضلين الحزب التقدم الاشتراكي. هذه هي اليوم هو التحدي الذي ينتظرنا، هذا هو التحدي الكبير الذي ينتظرنا.